مفاجأة، مفاجأة ان بيراميدز يلعب سوبر. مفاجأة برضو، هي مفاجأة حلوة. فريق كبير زي ما قلت في المقدمة النهاردة، هو فريق ولد كبيرا، وكونه يلعب قدام النادي الاهلي بديلا لنادي الزمالك، فاحنا ايضا نضمن مباراة كبيرة في السوبر المصري يوم الجمعة القادمة. والله كريم الموضوع يعني جه فجأة، عندنا ماتش في افريقيا وللأسف ما صعدناش، زائد ان بعديها عملنا رحلة طيران صعبة جدا، يعني اتأخرنا كمان هناك 10 ساعات، وبعدين طيران 11 ساعة ونزلنا أوغندا، يعني قعدنا بعد الماتش حوالي يوم ونص، ولسه راجعين النهارده الساعة 7. فبعديها بقى نفس اليوم اللي رجعنا فيه رحنا نتمرن، وتم تكلفنا من النادي إن احنا نلعب ماتش سوبري. فإن شاء الله نعمل، يعني أكيد في حالة إجهاد كبيرة جدا للعيبة، وكمان في حالة حزن على خروجنا الافريقي طبعا. طبعا. لكن تم تكليفنا، وان شاء الله يبقى دي حاجه يمكن ربنا بعتها تعوضنا ان شاء الله. تم تكليفكم انت طبعا، انت اكتر واحد تبقى عندك درايه بالحاله الفنيه والبدنيه، وبالتاكيد احنا كلنا متفاهمين ان بيراميدز مش هيبقى في حاله فنيه وبدنيه عظيمه جدا، وبالتاكيد معنويا بعد الخروج من الكونفدراليه. بس من جانب اخر يا كابتن محمود، ممكن تبص لها انها فرصه ان بيراميدز كمان يقدر ياخد البطوله اللي بيبحث عنها منذ 5 سنوات، بطوله في المتناول، بطوله ممكن تبقى في المتناول، منافسه من مباراه واحده امام النادي الاهلي، ممكن تبقى بطوله تعويض لبيراميدز عن خساره الكونفدراليه الاخيره. بنتمنى والله كريم ان ربنا يكون بعتها تعوض لينا، لان اللعيبه وامكانيات اللعيبه تستاهل تنهي الموسم ببطوله. لكن بقول يعني الحاله اللي كانت بعد الماتش الافريقي وطلعنا، اكيد حاله كلنا كنا زعلانين، كل النادي كان زعلان طبعا ان احنا طلعنا، لان كان عندنا امل البطوله دي كبير جدا. لكن يعني هتتعامل، وخد بالك انت لما يعني تطلع لعيبتك وتحاول تجهزهم نفسيا لماتش 90 دقيقة بطولة، غير لما تجهزهم لماتش في الدوري، يعني اكيد تجهزهم لماتش بطولة بيبقى يعني اسهل شوية. يعني بالتأكيد بالتأكيد الامور هتبقى مش من الحاجات الهينة انك تلعب قدام النادي الاهلي في مباراة السوبر.